اتفضلي. ايه سؤال حضرتك؟ المساواة في الميراث يا فندم، النهاردة الحديث في الشارع التونسي بعد ما كان في خطاب للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن المساواة في الميراث ما بين الرجل والمرأة. والحقيقة يعني هذه قضية من وقت إلى آخر تثار، لكن أنا أمين وألتزم وأتمسك بما جاء في القرآن الكريم، وهي حالة واحدة أن البنت تأخذ نصف ميراث أخيها مع التزامه هو بأنه هو اللي هي يعني يحمل همها ويجوزها وينفق عليها. أما هناك حالات أكثر من 14 حالة المرأة تأخذ أكثر من الرجل، تأخذ أكثر أساساً لا تتساوى، الحالات نعم تأخذ أكثر من الرجل كمان لا تتساوى فقط، نعم. ولكن في حالة البنت وأخيها أن دول طالعين من بيت واحد وهو ملزم بيها، هو اللي هيجوزها وهو اللي هيشورها وهو اللي يتولى مجاملتها وهو هيفتح بيت، ده هو هيلتزم بيها ويلتزم بفتح بيت له، يعني ده عدالة بين الأخ وأخته. طيب ليه يا فندم قضية الزواج العرفي في مجلس النواب النهاردة موجودة؟ في طلب تم تقديمه من نائب طارق الخولي لعقد اجتماع للاستطلاع والمواجهة بحضور كافة الجهات المعنية، وأيضا الوقوف على الأسباب لانتشار ظاهرة الزواج العرفي. شوفي احنا للأسف في هذه المرحلة حدث حالة من الارتباك بالثقافة المجتمعية إلى حد كبير. لا إحنا ماسكين الموروث الجيد في قضايا الأسرة، الأسرة في الماضي من 100 سنة كانت أسرة ثابتة الأركان، لها تقاليدها ولها أعرافها ولها موروثاتها، الكبير والصغير يلتزم بها. كل هذا للأسف تحلل وذهب في الهواء، وبدأنا يعني ننفرط إلى أمور عملت هجة في كيان الأسرة. وإذا اهتزت الأسرة اهتز المجتمع بأكمله، لأن الأسرة هي التي تمد المجتمع بالاستقرار وتمد بلبنات البناء وتمد نفسيا واجتماعيا وإنسانيا. ومن هنا جاء أكثر من طرف مهتم بهذه الزلازل أو هذه الأمراض التي دخلت على الأسرة المصرية وعلى رأسها الزواج العرفي. والزواج العرفي هو بيسقط حق البنت للأسف أنها تتزوج بلا أي حماية قانونية، ومن هنا تتعرض لأقرب نكسة لا قيمة لها ولا قانون يحميها. شكرا لحضرتك يا دكتور أمنة. شكرا يا دكتور أمنة، يعني بكتفي بهذا الجزء الخاص بالزواج العرفي وطرح هذه القضية أمام مجلس النواب. بشكر حضرتك على المعلومات الخاصة بهذه القضية.